فضيلة الشيخ، بماذا يجب أن يودع به رمضان حفظكم الله؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شرع الله سبحانه وتعالى لعباده عند انتهاء رمضان عبادات، منها التكبير ليلة العيد، إذا ثبت دخول الشهر فإنه قد انتهى الصوم. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. فيسن التكبير من حين ثبوت دخول شهر شوال ليلة العيد، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإن شاء ثلث التكبير فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يجهر بها الرجال في المساجد والأسواق والبيوت والخروج إلى صلاة العيد، وأما النساء فلا تجهر بذلك، وإنما تقولها وإنما تكبر سرا. ومما شرع الله سبحانه وتعالى عند انتهاء شهر الصيام زكاة الفطر، فقد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر أداء قبل خروج الناس إلى الصلاة. وإنما ذكر الشعير مع التمر لأنه كان غالب قوتهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرجها صاع من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. وعلى هذا فإذا أخرجت زكاة الفطر من الرز لمن كانوا يقتاتون الرز، أو من الذرة لمن كانوا يقتاتون الذرة، أو من غيرها من الأطعمة، فإنها جائزة وتكون صاعا. ويجب أن يخرجها الإنسان قبل صلاة العيد، وأفضل وقت أن تكون صباح العيد قبل الصلاة، ومن أداها بعد الصلاة فإنها لا تقبل منه إلا لعذر، كما لو لم يعلم بالعيد إلا كما لو لم يعلم بالعيد إلا متأخرا ولم يتمكن من إخراجها قبل الصلاة فيخرجها بعد الصلاة، وكما لو كان معتمدا على غيره أن يخرجها ولم يخرجها الغير فكذلك يخرجها الإنسان بعد الصلاة، وكما لو نسي أن يخرجها فإنه يخرجها بعد الصلاة. أما إذا تعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد فإنها لا تجزئه عن زكاة الفطر، لحديث: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، يعني في 29 و30، فتقديمها على صباح العيد من باب الجواز. ومما يشرع عند إتمام صيام رمضان صلاة العيد، يخرج المسلمون إلى مصلى العيد خارج البلد خاشعين لله عز وجل، فرحين بما من الله به عليهم من إتمام الصيام، وتصلى العيد ركعتين، يقرأ في الأولى سبح، في الثانية الغاشية، أو يقرأ في الأولى اقتربت قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. وينبغي للإمام
أن نؤخر في صلاة عيد الفطر يتسع الوقت لمن أراد أن يؤدي زكاة الفطر، وأن نعجل في صلاة عيد الأضحى ليتسع الوقت لذبح الأضاحي. ومما يشرع عند استكمال شهر رمضان أن الإنسان إذا أراد أن يخرج إلى صلاة العيد فإنه يأكل تمرات قبل أن يخرج، ويأكلهن وترا، يعني يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة حسب ما يشتهي، المهم أن تكون وترا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. ويجوز في يوم العيد أن يهنئ الناس بعضهم بعضا في العيد، مثل تقبل الله منا ومنك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات وما أشبه هذا. وقد اعتاد بعض الناس في يوم العيد أن يخرجوا إلى المقابر، ويقول بعضهم إننا نخرج لمعايدة موتانا، وهذا غلط، هذا ليس بمشروع، لأن زيارة القبور مشروعة كل وقت. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخرج في يوم العيد من أجل تقديم التهاني للأموات. ومما يشرع في يوم العيد أن يلبس الإنسان أجمل ثيابه وأحسنها، لأنه يوم فرح وسرور، لكن المرأة لا تلبس من الثياب شيئا جميلا تخرج به إلى السوق، لأن خروجها إلى السوق بالثياب الجميلة سبب للفتنة، وهو أمر منهي عنه. واستحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد قبل أن يخرج، والله أعلم.